دعا الرئيس الصيني شي جي بينغ العمل للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحل مستدام للقضية الفلسطينية، مشددا على أهمية بناء مجموعة بريكس سليمة تحافظ على تحقيق السلام والأمن المشترك. وخلال كلمته أمام قمة البريكس، أضاف الرئيس الصيني: يجب علينا إظهار قدرات أعلى لتعزيز التعاون بين دول التجمع، مشيرا إلى أن العالم دخل مرحلة جديدة من التغيير. من المهم أن نتواصل إلى وقف إطلاق النار والقتل، ولازم نبذل الجهود كله لصالح القضية الفلسطينية بشكل عاجل. من الضروري نقدم جدول الأعمال الابتكاري لمجموعة البريكس.